انا والدة الطفلة جالنا المجني عليها. انا سارة. انا قدام محكمة جنايات ومستنية حكم المحكمة، مستنية القصاص، مستنية عدل ربنا وبعد كده عدل القضاء. ايه اللي حصل؟ انه واكيد هتك عرض بنات تانية، لكن الناس خايفة تتكلم يعني. وهي بنتي شجاعة ان هي اتكلمت وقالت، وربنا جعلنا سبب بس ان احنا نكشف بني ادم زي ده. اكتشفت الواقعة ازاي؟ بنتي جت حكت لي، هي كانت في الايام اللي فاتت او المرات اللي فاتت كانت خايفة ومترددة، لكن لما خلاص بقى يعني كل مرة تعيط ومفيش فايدة يعني، ما بيرجعش عن اللي هو بيعمله. هي طفلة بقى جت حكت. هي كانت بتروح ليه عشان في بيته؟ بتروح ليه في المجمع الإسلامي؟ كانت بتروح علشان تحفظ القرآن، وبعدين ده كنت بعتبره أب لها لأن هو والدها متوفي، هو ده كان بمثابة والدها، أنا كنت بوديها له عشان تمناها عليه. طب كانت بتروح المجمع برضو للتحفيظ؟ أيوة كانت بتروح هناك. حاولت تعدي عليها فيها؟ أيوة اكتشاف الواقع أصلا. أيوة حاول اكتشفنا معاها الواقع كمان. هناك، واكتشفنا الواقع أصلا في آخر مرة هناك في نفس المكان. في المجمع الإسلامي ده أيوة هو بيدي في دروس ولا حاجة؟ بيدي فيه. أيوة كان بيدي فيه هناك. على ستر ربنا، ربنا أهو يجيب لها حق. إيه هي ملهاش حد إلا ربنا، والناس زي اللي ولاد الحلال ده أهو. إحنا لولا العيلة اللي كانت ربنا أهو علشان تشوف، لولا العيلة، لولا كانتش العيلة دي اللي قدر الله كان عمل فيها أي حاجة فيها. لولا العيلة دي كان عمل فيها أي حاجة. يعني إذا كانت العيلة اللي معاها الصغيرة دي كان سواها الموضوع قتلها ولا موتها ولا ولا ما هو بنت النفس، ولا كنا عرفنا ولا عملنا أي هو حاجة. هو بنت النفس أهو، ما يمكن كانت خدت في دور، ما كان حواليها حواليها أراضي، حواليها أراضي، ما يمكن كان في كتمة نفسها دي موتها ورماها في أي أرض حواليها. كنا هناخد منه إيه ولا نعرف عنه إيه؟ ها؟ بكل مرة يكتف في إيديها ويكتم نفسي عيلة بنت 10 سنين وراجل عالم، وراجل عالم 5 مليون إن شاء الله يدفع مليون، وراجل ماسك كتاب ربنا ومحفظ كتاب ربنا وبيطلع يخطب على المنبر. ليه؟ لا يكتم نفسها وربت إيديها ليه؟ بيبقى منظرها يعني هو واقف يخطب للناس. عملت له ولا هي؟ منظرها ده مش كبيرة يعني إن هي تكون عجبته ولا جذبته ولا مش كبيرة يعني إن هي تكذبه ولا تعجبه ولا حاجة، ده طفلي هو ما خافش ربنا، ماسك كتاب ربنا مش خايف منه. ومحفظ قران وبيطلع على المنبر. حد عرض عليك حاجه انت تصطلحوا ولا حاجه؟ ايوه عرض علينا ببيوت، بيقول لك احنا معانا فلوس ومعانا ملايين ولسه قريب قال لك خدوا دار خدوا باتوا، خدوا باتوا شقتين اتنين وعرضوا دار وخدوا، وعرض علينا ملايين بس تصطلح. بس احنا لازم نحققها. بس احنا شرفنا بالدنيا كلها، احنا شرفنا بالدنيا كلها، ولا ملايين الدنيا كلها ولا ملايينهم كلها ولا ملايين الدنيا، عشان احنا عاوزين حقنا القصاص، عايزين حقنا جني، حقنا العدل، احنا عايزين العدل بس اللي الحكومة تحكم بيه، العدل، عايزين العدل اللي انتوا شايفينه اعملوه، بس اهم شيء العدل، حق جنة يرجع، حق جنة يرجع.